هذا يقول كرامات الأولياء. كرامات الأولياء، نعم الأولياء لهم كرامات يجريها الله على أيديهم، وهي خوارق العادات، خوارق للعادات. الخوارق للعادات تجري على يد الأولياء وعلى يد السحرة والمشعوذين. فإذا شفنا واحد معه شيء خارق للعادة ننظر في عمله، إن كان عمله صالحا وهو متبع للسنة هذه كرامة أجراها الله على يده، أما إذا كان مخالفا للسنة هذا سحر وليس كرامة، هذا شعوذة، هذه من الشيطان وليست كرامة، إنما هي مخاريق شيطانية. أما المستقيم على طاعة الله الملتزم بعبادة الله هذا إذا جرى على يده شيء من الخوارق فهو من الله إعانة له، وليس هذا من الشيطان. هذا هو الفرق بين كرامات الأولياء وبين خوارق السحرة والدجالين والكذابين. النظر في حالة الشخص، هل هو مستقيم على طاعة الله وعبادة الله أو هو من أتباع الشيطان؟ نعم.